بنزين ودورت السيارة يعني ما دورت السيارة وصلت بدي أوصل على عنيان شوي صغير طلع الانفجار بدي أطلع بيتي يعني لو أطلع بيتي كنت أنا وولادي وراحة أروح لا ما بس الله من فوق ما بعرف ما بمشي ريدنا يمكن اليوم الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا الله الحمد لله اتصلوا فيي وطلعت الصور دلتني قاعد بأرضي بس عم فكر مين ميت ومين طيب مين بقلب البيت ومين مش بقلب البيت بلشت اتصل بي انا ارقامهم اللي هني اللي يرد علي اعرف انه هو برات المبنى اللي جوات المبنى ما عمال يرد يعني معناتها استشهد امبارح لما اجت الضربه اتصلوا فيي قالوا لي انه البنيه تاعتك نزلت فصرت اعطيهم معلومات مين اللي مستاجر عندها كلهم مستأجرين قدم اللي مثلاً متوفي جوزة ومتوفي حداً بقي فيها أرملة بالبيت الشقة الأرضية فيها أسيوية كانت برات البيت عايشة لحالها الشقة الأرضية اللي على جهة الجنوب كمان وحدة بنت توفى بيا وتوفت أمامي الطابق الثاني فيها عائلة سوريين كانت المرأة موجودة الرجال مش موجود صاروا شي 3 سنين عندي بيت الفطيرجي أم الشهيد محمد الفطيرجي هي توفيت كانت بقلب الشقة تبعتها على الطابق التالي اللي فوقها في الشقة كمان بيت الخطيب هو كانوا مواليد السعودية نورة الخطيب بنته هو هلأ هو استشهد بقيت بنته ممكن هلأ العمال يشيلوها بالوقت الحاضر اللي على جنبها سوري كمان هو فيه عائلة من الجنوب مهجرة الطابق اللي فوقه اللي هو فيه عائلتين اللي هن في عائلة سكتكية لبنانية الأم والبي وبنتهم والمرأة هو اللي معرفش عنهم إنه حدا منهم توفى ما توفى ما أدري شو الطابق اللي مقابلهم هن هو اللي بقى اللي فوقهم في عائلة من فرحونا يمكن فيهم كم شخص ما بعرف هن اللي على جنبهم في وحدة اسمها من أفريقيا هي أفريقية عايشة لحالها مش عارف عن مصيرها بيقولوا إنه توفي هيدا كل الموجود بالمبنى